في جلسة تاريخية ومرتقبة حضر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى مجلس النواب حاملا معه مشروع التعديل الوزاري. اجتماعات مغلقة عقدها العبادي مع رئاسة البرلمان قبل دخوله إلى قاعة الجلسات. ساعة من الانتظار النيابي ليعلن العبادي دفعة واحدة أمام النواب أنه سلم رئيس البرلمان سليم الجبوري قائمة بأسماء الوزراء الجدد تضم 16 وزيرا باستثناء وزيري الدفاع والداخلية. وأمام اليوم هذه التشكيلة تشكيلة وزارية كاملة، أنا ما أتجاوز أحد ولا أريد أتقاطع مع الكتل، أتركها لرئاسة هيئة مجلس النواب وللكتل السياسية لمناقشتها. هذه تشكيلة جاهزة بتغيير الوزارات ودمج بعضها. التشكيلة التي أطرحها أو التي طرحتها تتشكل من 16 وزير فيها ترشيق، وهي تحترم المكونات. أنا أحترم الدستور العراقي وألتزم بالدستور العراقي باحترام مكونات الشعب العراقي، وألتزم بتمثيل هذه المكونات في هذه التشكيلة الحكومية. ربما استثنيت وزارتين فقط، ليس لخصوصية الوزراء، مع احترامي لكل الوزراء، وإنما لخصوصية وزارتين، وزارتي الداخلية وزارة الدفاع، لسبب واضح. لا أريد في هذه المرحلة حرجة من عمليات عسكرية ووضع أمني في محافظاتنا أن أغير الآن. 10 أيام فقط هي المدة التي حددت نيابيا للتصويت على الوزراء الذين رشحهم العبادي إلى البرلمان، فيما تعهد العبادي أمام نواب البرلمان بتغيير جميع رؤساء الهيئات المستقلة في مدة أقصها شهر واحد لا غير، فضلا عن استغنائه عن 100 مدير عام في المؤسسات الحكومية كخطة إصلاحية. امتدادا لتشكيل الوزاري الجديد وعلى هدى مصوغات التغيير ذاتها، سنعمل على إنجاز صفحة تسمية رؤساء الهيئات المستقلة كذلك، لنكمل حلقة المسؤوليات العليا في إدارة الدولة، ونأمل أن نحقق ذلك في غضون أسبوعين أو شهر بعون الله تعالى، بالتعاون مع السادة أعضاء مجلس النواب، وكذلك تغيير الوكالات والابتعاد عن التعيينات بالوكالة. هذا التزام، هذا جزء من الحزمة الإصلاحية. المجلس يستأنف عمله ويستمر إلى حين إنهاء قضية الوزارات خلال أسبوعين. عشرة أيام يتعلق الأمر بالوزارات وشهر للهيئات المستقلة. هذا ورفعت رئاسة البرلمان جلستها حتى السبت المقبل ليسدل الستار عن التعديل الوزاري الذي قيل إنه شبه شامل ومهني، على أمل دراسة السير الذاتية من قبل مجلس النواب للأسماء التي رشحها رئيس الوزراء للكابينة الوزارية الجديدة. عمر العمري، قناة بلادي.